صباح الخير عليكم يا اطيب ويا اغلى ناس. مرحبا بكل الناس اللي اختارت سميرة تي في في هذه الصبيحه. الناس تاع صح، الناس الرايقه تنوض على صوت العود وعلى صوت الجيتار. الله الله، انا على صوت الجيتار ولكن بايادي امل سعداوي. خطا مع الصباح. بعد اصبحكم مشاهدينا الكرام، نهاركم مبروك ومرحبا بكم في حدث جديد مباشر لبرنامجكم الصباحي اللي تعودتوا عليه على قناه سميرة تي في. سميرة مورنينغ. طبعا سميرة مورنينغ راح يرافقكم من 8:30 حتى 10 بتوقيت الجزائر. نستناو اتصالاتكم عبر الرقم الهاتف اللي راه ظاهر اسفل الشاشه. اي بيان سور، قولوا لنا واش رايكم في اداء امل سعداوي. 023-8-39-46. عاودوا الرقم. 023-8-39-46. خلاص الناس كاع على بالها بلي ما نحفظش، عادي يعني عادي. مشاهدينا نستناو اتصالاتكم. دونك انا اللي حاب نحكي مع امل قبل ما بليش اذا بديتي تحسي انت تان. انا حاس بلي خلاص العام، هو خلاص العام مادام يلحق كما يقول لك الربيع، نعرفوا بالحق الصيف كيلحق الصيف لي فاكونس. تحسي بلي شغل مقرب لي زيكزام وشو... ما قعد لهم شوي. لا لا بصح حنا خاطينا، مي راني حاس هذاك الاحساس شوي لو كيكون نقراو ويدخلوك في هذاك الجو. لاخت كيكون عندك في الدار واحد يقرا ولا شوية اكتئاب تاع القرايه. نو هذاك الستريس فوالا، يعطيك الصحه. هو بالتوفيق لكل الطلبه والتلاميذ ان شاء الله، خاصه المقبلين على كما نقولوا شهاده التعليم المتوسط وكذلك الاساسي وحتى بالنسبه للبكالوريا. كل التوفيق لهم، زيروا شويه روحتكم ان شاء الله يا ربي كامل نفرحوا معكم. اكزاكتومون امل، سي ان ديتاي تري امبورطون. كاين بزاف ناس اللي دايرين في بالهم باللي كيما ما يبداوش في الفصل الاول ولا في الفصل الثاني يقول لك باللي خلاص رانا اون غوتاغ ما نقدروش نلحقوا، ولكن الخدمه تاع صح هذا وين تبدا. ان جامي ترو تار بور بيان فير، دونك يقدروا يراتراپيو دوكا ان شاء الله. ومع ذلك انا ديما نقولها رياض كنصيحه، اي درس مام للسنوات الماضيه مهم جدا في السنوات المقبله، لخاطر كل حاجه عندها تاثير في المستقبل. على كل المشاهدين الكرام، نعاود نجدوا بكم الترحيب في هذا العدد المباشر على قناتكم المحبوبه قناه سميرة تي في. اليوم الثلاثاء، اكيد انتم متعودين بثلاثه توجور تكونوا معنا فقره تيك توك. ديما نساها تيك توك، نجاح قلنا تيك توك. لا لا تيك توك تجي هي على وزن تيك توك. دونك حيكون معنا انيس عتشيبه، وكذلك راح تكون لنا فقره من الصفر نقولوا. لا لا حيكون عندنا ضيف فقره. هاي اسماء قالت لي ما تقوليش من الصفر ضيف، باسكو صح ما عندناش من الصفر. وبما انه انا كنت نعزف على لا جيتار، اكيد عرفتوا شكون راح يكون خلال الفقره هذه من ضيوف راحين يشرفونا في بلاتو سميرة مورنينغ. يلا مشاهدينا نبداو بالكوزينه ونتلخوا بقية. السلام عليكم. صباح الخير. صباح الخير رياض، واش راك؟ صباح والله. غير نقول لكم واش قالي في الكواليس، شحال هذاك ما جستش معنا؟ عندي واحد، لا لا جستي رمضان، واحد سمانه هكا. سمانه؟ قال لي واش من الكاميرا نشوف؟ ما فهمتش دوكا بيناتنا زعما مثلا وراني هادي شكيت هادي ولا هادي؟ هادي هيا داكور نقولوا للمشاهدين الكرام صباح الخير عليكم وين ما كنتوا وين ما راكم، نهاركم مبروك. مرحبا بكم في كوزيتنا ومرحبا بك رياض معنا اليوم. هاك عاجبني او يبان العيد كاك تهضر. الوغ والفونا المشاهد، اما رياض الحاجه المليحه في هذا البرنامج انه بما انه راهو ليك مباشر، المتابعين ولاو يتواصلوا معي في الصفحه ويتفاعلوا اكزاكتومون ويعطوا لي وصفات نديرهم لهم. فوالا دونك صح. واش وجدت الوغ اليوم بما انه موسم الفراوله، الفراوله بلادنا بلاد الخير الله يبارك، راهي ليك دايره حاله خير باش ندير معكم عصير الفراوله طبيعي صحي تاع الصباح خفيف. الوغ مشاهدينا الكرام واش نحتاجوا؟ لا باستا لا روسيت اللي هو الفراوله. استنى شريت هذه الحلوه، هي اللي رخيصه يعني. دونك واحد 200 غرام ماشي طايبه بزاف، شايده روحها صافا صافا مي حلوه يعني. ذقتها انا تعرفني. الوغ عندنا زوج كيسان تاع الماء، عندنا هنايا نص حبه قرص اللي هو نعصروها كامل، عندنا هنايا ملون احمر هكا باش يعطينا لون مليح. نعصروها مع مع الفريزر كامل في الروبوت تاعنا. بصح سيغ سيكو لازم يتم استهلاكها سيور بلاس، باسكو القرص كيما على بالنا انه حبي يقول هذا تاع الصباح، هذا العصير راهو تاع الصباح خفيف. دونك ديروا الفراوله تاعكم زوج كيسان تاع الماء، عندكم نص حبه قرص اعصروها، خمس اوراق تاع النعناع، وهنا عندنا ملون يبقى اختياري انا بك باش نعطي له لون شباب. ومن المستحسن انه ما يديروش فوالا اكزاكتومون. هذا فيما يخص الوصفه الاولى. اما الوصفه الثانيه تاع نهار اليوم مشاهدينا الكرام، كما نعرفوا راهو ليك الحال سخون ومع لا شيء كامل فوالا اكزاكتومون، ماشي سلطه اليوم.
اليوم ماشي سلطه. اليوم جبت لكم وصفه، هذه كما يقول لك الوصفه ورشه مجانيه من عندي، وطلبوها من عندي بزاف المتابعين خاصه متابعي قناه سميره، اللي هو خبز البرجر. عباك بلي خبز البرجر حاجه مليحه ديروه في الدار خير من اللي تشريه من برا، وزيد سهل. المكونات تاع الوصفه تاعنا نبداو بلاباط بزاف سهله، راح نعطيها لكم بالترتيب. عندنا 500 غرام اللي هو ارطل فارينه انا نستعمل دائما ماما، عندنا مغرفه كبيره خميره الخبز، عندنا نص صاشيه خميره الحلويات، عندنا 40 غرام سكر، وعندنا هنايا 10 غرامات تاع الملح، ونضيفوا عليهم حبه تاع البيض، نخلطوهم مليح. من بعد هنا في الاخير نضيف لهم 50 غرام تاع الماء و200 غرام تاع الحليب يكون دافي. 40 غرام تاع السكر ماشي شويه بزاف؟ لا لا ماشي بزاف، هذيك لانه عندنا هنايا راهي لك رطل، رطل فارين دونك ماهيش راح تبان كامل معها. اما لافاكس تاعنا هنا تبقى اختياري، انا حندير سلطه، عندي الفرماج وشويه تاع الباتي فولاي، وتبقى اختياري. المهم الصح كامل الوصفه تاعنا. نتلاقاو ان شاء الله، ان شاء الله نتلاقاو في الجزء الثاني. وكيف الفطور؟ في الجزء الثاني الفطور هو الجزء الثاني. على هذاك الصناح طيب تاع الفطور اكزاكتلي، هذا ماشي هو، تجيب واحد اخرين سي حنطيب دركا ونتلاقاو. شكرا خويا، صحيت مرحبا. يلا امل اروح لهنا اروح. انت اللي قلت لي باللي الضيف وما على باليش وشنو، اي الضيف ديالنا يخص الموسيقى راح يكون معنا في الجزء الثالث. انت قلت لنا من الصفر نفكرك لا، ومن بعد قالت لي اسماء في لاباستي، قالت لي لا راح يكون ضيف حاضر معنا، ولا بالاصح نقولوا ضيوف راحين يكونوا حاضرين معنا وراحين يمتعونا بالموسيقى ديالهم. هذا فقط للتصحيح للرياض، بس كان على بالي متاكده واش قلت. فوالا دونك مشاهدينا بالكوزينه وصلنا للرياضه، وكيما موالف نقول لكم في الحركه بركه، اتحرك في دارك. السلام عليكم، صباح الخير عليكم. اليوم جورني سبيسيال، حنا نخدموا لابارتي ابدومينال. جيسبر تكونوا بيان، تعلمنا شويه صوالح ما سيونس اللي فاتت، تبعوا معنا. هذا كونسونتري، نخدموا لا زون هذه اللي من تحت، تبع معايا. الناس اللي ما تقدرش تريزيستي باش تخدم ديريكت، يديروا حطوا لي زابوي تاعهم، باش يعاونوا بيديهم. كونسونتري تري بيان. هاد لي موفمون تاع لا بارتي ابدومينال يسحقوا تكونسونطري في ريسبيراسيون تاعك. 3 4 5 6 7 8 9 10. نعاودوها 3 × 10. ريسبيري تري بيان، نرجع السوفل تاعي كونسونطري، و ميم طون سي تعطش تشرب شويه ماء. ريسبيريو كونسونطري، بريباري روحي باش ندخل دوزيام اكزرسيس. دوكا نخدم لابارتي اللي من تحت توجور وحدها، نخدم جوست برجليا طونديهم. كونسونطري معايا هكذا، طوندي رجليا راني حط لي زابوي تاوعي. ها اوب، دو تروا كات سانك سيس سات ويت 9 10. نحكو على فئة الناس اللي اجي، الناس اللي طول طون قاعدة في الدار، هاد لي موفمون يجو شوية صعاب، ما يتعبش روحو، يخدم شوية الف، يحط يخدم ابوي واحد، ها ها دو تروا ويشونج، ها يخلي رجليه توجور في السما. ولا كاين تروازيام تكنيك توجور ميم ميشك ميم بارتي، يكونسونطري برك هنا، ها يروبوزي عاود يريح. ريسبيري عاودي ولي. هادو لي تكنيك كاع براسك موفمون واحد، يخدمو اون زون وحده ومام ريزيستونس. كونسونطري معايا، ريسبيري دخل مليح، عاود نخرج. الناس لي حابه تشرب تشرب شويه ماء. بريباري روحي باش نقيس دوكا لابارتي هادي كومبلي، لازم لها شويه كونسونطراسيون. بريباري روحي، هاي فازي فوالا، دخل ان غيناج في الكور تاعي كاع يكون دروا، ميم طون نريسبيري ونريزيستي الماكسيموم. هاي تبع الوقت نحسب جوسكا 20 ولا، نعاودها 3 فوا 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 فوالا نريسبيري نسير الماكسيموم هاد الموفمون نوالفو شويه باسكو يقيس كلش يخليك تحس كاع لي بارتي تاعك نريسبيري دخل الاكسجين عاود نخرج دوكا كيما حكينا من الاول هاد لا بارتي ابدومينال كاين بزاف لي موفمون كاين بزاف لي تكنيك كاين شي عمل حاجه نقدروا كونسونطريو عليها نزيدو ان تكنيك صغير الناس لي برك مازال ما تبعتش معايا تبعت شنو كونسونطري ها اوب ها 2 4 4 5 6 الناس لي تريزيستي وتقدر يدخل مليح الداخل ها 2 4 4 5 يخنو شويه رابيد ريزيستي هاد الطابي دوكا لي عاود يخدم كومبلي يكارتي يعاود يخدم يكارتي اني نريسبيري طول طون ريسبيراسيون تلعب دور كبير باش تخلي الميسك يكون يريبوندي اليز ويكبر دخل الاكسجين لا سيونس تاع اليوم لحقنا لاف سي بون خدمنا شعمل موفمون شعمل بارتي من لا بارتي تاعنا هذه لابدومينال كونسونطريو لازم نعرفوا بلي شاك ميش تري امبورطون من الكور تاعنا نعطيكم موعد غدوة إن شاء الله كونوا معنا كما اليوم سلام. رجعنا لكم من جديد مشاهدينا وصلنا لفقرة تيك توك مع أنيس عتشيبة بعد الفاصل بقوا معنا تا 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 جبتها بواحد لغيت كيف بانا جبتها تا 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 سيسبنس يلا مشاهدينا بعد الجنجل السلامة صباح الخير يا خويا عاش من شافك الله يسلمك شراك عندنا بزاف ما تلاقيناش واش راكم تلاقاوك غير في لي ريزو سوسيو اه والله غير في انستغرام تيك توك كدا تشوفوني غير في لي ريزو ما وراء الشاشه دوك رانا جيناهم ديريكت من الشاشه يلا واش اخترت لهم انس اليوم اليوم بون اليوم جينا ننوهوا ولا جينا ننبهوا على حاجه بزاف امبورطونت اللي هي من ناحيه نسموها ثقافه هي ثقافة للشعب ولا ثقافة للمستهلكين ولا ثقافة للناس أجمعين اللي هي أنك ثقافة التبليغ كيفاش تكون عندك ثقافة التبليغ أنت يا إحنا على بالنا أنه في الجزائر أنك تبلغ شفنا بزاف كاين دي باج وين كي تصرى حاجة ولا تصرى حادث ولا سرقة ولا عفسة كيما هكذا ولا جريمة على كل حال يروح ديريكتوم يبارطاجيها في لي ريزو سوسيو هذه حاجة خاطئة وهذه مخالفة للقانون أكيد هذه تولي تشهير ما توليش إكزاكتوم نعاودوا باش نبسط المفاهيم أنس مشاهدينا الكرام هذا التطبيق خاص بالشرطة أو بالأمن السيبراني الآن الحمد لله بلدنا ما شاء الله يعني حتى بالنسبة للتكنولوجيا عادت يعني ما يحدث في مواقع التواصل ولا أي شيء تتحكم فيه ولكن لازم هذا يكتمل بمشاركة ومعاونة المواطن الجزائري يعطيك الصحة يلا نزيد دونك باش ننبهوا المشاهدين انه هذا التطبيق خاص بالمديريه العامه للامن الوطني هي كرياته درته في متاجر بلاي ستور الاب ستور حاليا غير متوفر ولكن نظن انه راح يوفره في اواخر عام 2024 ان شاء الله, هو هذا التطبيق للتبليغ هذا التطبيق في عوض ما انك تروح ترفض لا فيديو وتحطها في لي ريزو وين انت تكون عندك انت كنت فيكتيم ومن بعد موراها تولي انت هو الظالم وتروح خاسر في القضيه تاعك هي انك تصور هذيك الحادثه ولا تصور هذيك الحاجه اللي صارت لك وتروح تحطها في التطبيق دوك نشوفوا هذا التطبيق كيفاش يمشي وشوفوا ثاني وشنو هما لي زوبسيون اللي فيه تبعوا معنا المشاهدين دونك التطبيق كما راكم تشوفوا فيه يجي بهذه الواجهه راكم تشوفوا فيها التطبيق اللي هنايا ندخلوا فيه يجينا هكذا بهذه الواجهه عندك وين تقدر تبعث انتيا مكالمه ولا دير فوكال وعندك ثاني دير انذارات ولا دير تبليغ على كاش حاجه وهذيك الاخرانيه كامل هي انذار انذار وشنو انذار يعني حاجه خطيره بزاف راهي صاري في هذيك المنطقه اللي راك فيها دونك حنايا وعندك من تحتها ثاني الارقام تاع المديريه العامه للامن الوطني باش تقدروا تتواصلوا بهم مباشره دونك لهنايا راح نديروا تبليغ الجريمه ولا تبليغ الحدث ما
دونك اللي راح نقدروا نعرفوا من البوزيسيون تاعك. دونك هنايا راح يدوموندي منك الابليكاسيون تحط البوزيسيون تاعك، وهنايا اكيد راح نرفقوا معها صوره كما راكم تشوفوا في الشاشه. وهنايا يتم التقاطها على المباشر ولا تكون مصوره من قبل؟ تقدر تكون مصوره من قبل ولا تكون مع المباشر، تقدر تخير. وهنايا نقدر على سبيل المثال هنا حادثه سرقه، كتبت حادثه سرقه، ونقدروا هنايا نديروا تبليغ وتوصل بدون ما توصل المعلومات تاعك. يعني نتايا تقدر تبلغ أنونيم. بلا ما تروح الانونيم فوالا. دونك بلا ما تروح المعلومات تاعك تقول لا لا نخاف نشتكي ولا ندير هذيك الحاجه وبعد يجوا عندي انايا. ما تخافوش مشاهدينا، هذه الحاجه راهي امنه 100%. راح تقدروا تشتكوا بطريقه خفيه، يعني راح تقدر تبلغ على هذيك الجريمه بلا ما يلحق لك الضرر، باسكو جينيرالمون كاين الناس اللي تكون كشاهده عيان ولكن تخاف يصراو لها مشاكل، تقول لك انا لو كان نحكي وندخل نولي في قصه واحده اخرى، بعد يعرف شكون هو اللي الاخر واللي في حكايه مع هذاك المجرم. ولا خيرا تلقى شرا، دوك الحمد لله تعمل خيرا تلقى خيرا، تلقى خيرا فوالا. دوك هذا تطبيق مفيد باش يقدروا يبلغوا وثاني يساهموا في ثقافه التبليغ. على بالك هذه بزاف مليحه، نقدروا نفتحوها ثاني موضوع مع احد المحامين اللي يكون حاضر معنا بخصوص يعني الفيديوهات اللي يمكن حتى اللي تجرب في العائله، يمكن انه واحد يتعرض نقولوا للتعنيف في الدار خاصه بالنسبه للزوجات. اسكو هذا الشيء راح يساعدهم اكثر انهم يكونوا محميات من خلال هذا التطبيق؟ اكيد اكيد تحارب العنف الاسري، لانه هذه ثاني داخله ماشي غير في التبليغ انه خارج المنزل ولكن داخل المنزل لاي نوع من انواع الجريمه. يعني هذه ماشي مخصصه فقط للجرائم حوادث المرور ولا حاجه كيما هكذا، ولكن مخصصه كذلك لكل انواع الجرائم. وهذه ونوه الحاجه مشاهدينا هو انه ممنوع عليكم، يعني هذه في القانون الجزائري موجوده، ممنوع عليكم انكم تروحوا تصوروا انسان بدون العلم تاعه من الماده 303 مكرر. دونك ممنوع انك تصور انسان. كنا تكلمنا عن النقطه هذه من الجانب القانوني مع عبد الميلاتي. كاين ويب سايت كنت زرته مؤخرا وخرج لي يطلع لي، يعني من يسمح للمواطنين باش يوجهوا شكوى يعني مباشره لدى وكيل الجمهوريه، حاجه بزاف مليحه وما كاش بزاف ناس يعرفوه. جو بريفير انه ان شاء الله في العدد المقبل تجيب لنا وتحكي لنا عليه ان شاء الله، لانه مهم جدا باش الناس توجه شكوى. ويب سايت باش نعرفوا باللي موقع الكتروني مشاهدينا الكرام هذاك الموقع راح نتخصصوا فيه في الحلقه الجايه ان شاء الله، راح نتعمقوا فيه اكثر نعرفوا كيفاش نيتيليزيوه، لانه بزاف ناس راح تتلف لهم كي يدخلوا هذاك الموقع راح ما يعرفوش كيفاش يتيليزي واش لازم ندير وشنو المعلومات اللي ندخلهم كذا. دونك لازم نروحوا لها خطوه بخطوه، نشرحوا لها خطوه بخطوه ان شاء الله. نقدروا نقولوا انه هذا التطبيق راح يفيد بزاف بوكو بلوس المواطن الجزائري، لانه راح يحميه، لانه احنا شاهدنا كثير من كما قلنا الاحداث اللي صارت انه مسكين كما كان قلت بلي يكون ضحيه ولا كشاهد يولي هو ظالم ويولي متابع ومتهم في قضيه جا يدير فيها الخير مسكين. اكيد اكيد. من ناحيه اخرى اللي هي نقدروا نحمي روحتينا كما حكت لنا امال على التعنيف الاسري، نقدروا نحمي روحتينا ولكن ماشي من التعنيف ولكن من الاخطار اللي تجينا خارج المنزل. حاله مائده في حالة مائدة. نقدروا نحمي يعني روحتنا بطريقة أخرى، وهذا الموضوع الثاني للنهار اليوم، اللي كيفاش راح نحمي أولادنا ولا خوتنا الصغار من المواقع المحظورة، من المواقع اللي ما لازمش يشوفوها أولاد صغار. دونك حنا على بالنا بلي هذا الخطر راهو علينا كمجتمع مسلم ولا كشعب جزائري، حنا ماذا بينا الأطفال الصغار لازم يكونوا بعاد على هذه المواقع. كامل كيما رانا كامل غلطنا هذه الغلطة هو أنه باش نسكتوا طفلنا طوله تليفون ونعطوه له ونخلوه. دونك قادر يدخل مواقع، قادر يدخل ثاني دي بيبليسيتي يدوه المواقع محظوره. لازم كونترول بارونتال. اكزاكتومون، دونك ما لازمش يشوف واش كاين في الجانب المظلم من الانترنت، دونك لازم نخلو له غير الحاجه الايجابيه. دونك اليوم جبت لكم طريقه باش تحموا ولا تحموا ولادكم ولا نحموا احنا ثاني ولادنا من المواقع المحظوره على الانترنت على المتصفحات. دونك نشوفوا الفيديو التوضيحي لهذه الطريقه كيفاش راح نحموا ولادنا من هذا الخطر. دونك بريميرمون ندخلوا الجوجل كروم ولا اي صفيحه عندك ونروحوا لهذوك ثلاث نقاط الفوق كما راكم تشوفوا لهنايا في الشاشه، ونهبطوا لتحت للسيتينغ ولا للاعدادات. دونك ندخلوا الاعدادات تاع جوجل كروم كما راكم تشوفوا لهنايا، ومن بعد نروحوا نحوسوا على برايفسي اند سيكيورتي اللي هي الحمايه والخصوصيه. نحوسوا على برايفسي اند سيكيورتي، نكليكي فيها بيان سور كما راكم تشوفوا، ومن بعد لهنايا في اللائحه اللي تخرج لنا موراها نروحوا نحوسوا على حاجه اسمها سكيور دي ان اس. سكيور دي ان اس، يوز سكيور دي ان اس، وين تلقاو كلمه دي ان اس كليكيو فيها. كما انا في هذه الحاله راني مثبتها لهنا، راني داير هذه الخاصيه لانه احيانا من بالتليفون الاطفال الصغار ولا
دونك لهنايا لازم نفعلوا هذه الخاصيه ونروحوا للخيار الثاني وراح يخرج لكم واحد السهم صغير تما نكليكيو فيه بيان سور. هذاك السهم الصغير هنايا تخرج لكم لائحه طويله، من بين هذه اللائحه تخيروا خيار فاميلي فلتر كما راكم تشوفوا لهنايا فاميلي فلتر. هذا الخيار راح يمنع كامل المواقع المحظوره من الهاتف تاعكم، دونك الهاتف تاعكم راح يكون نقي 100% من المواقع وكذلك من الاشهارات اللي يخرجوا من داك، الاشهارات المحظوره بالتاكيد راح يخرجوا من داك، يخرجوا لنا بدون سابق انذار اللي راح كابابلي يخرج لطفل صغير ولا بنتك صغيره ولا مام خوك صغير ولا ومام منين داك على جال الاعلانات هذو اللي ديرونجيو. دونك هذه راح تحمينا. فكرتني ماشي فقط على الاطفال الصغار، والله ساعات انايا نهضر على روحي. مرات كنا نشتغلوا في لا ريداكسيون، لما تشتغل في لا ريداكسيون ساعات تفتح اليوتيوب باش تشوف الفيديوهات وكذا تحميل باش تخدم الموضوع ديالك، فانت تشتغل طب حتى تخرج لك بوبليكاسيون كما قلت من المواقع المحظوره والاشارات المحظوره، على بالك وانت قاعد تطلع لا طونسيون، تحبط لا طونسيون، يطلع لك السكر، تتلون توت لي كولور، على بالك حتى يبداو يشوفوا فيك هذا واش راه يدير ولا هذه واش راهي دير، يعني باش تعرف يعني هذو المواقع. دونك كاين مواقع اللي مخليه بالحياه اللي تدخل منين داك على شكل اشهار. دونك هنا ماشي فقط للاطفال، حتى بالنسبه اللي عنده بي سي ويشتغل مع جروب. مليح. وهذه الطريقه ثانيه متوفره في الحاسوب، الناس اللي تحب تطبقها في الحاسوب تاعها نفس الطريقه في الحاسوب موجوده على الهاتف. هذوك يقدروا كاريمون في الـ في الـ في البي سي يبلوكيو توسكي ادسنس وهذوك توسكي بيبليسيتي. اللي بيبليسيتي كاين الاد بلوك، هذيك الاد بلوك صح، انا ما نشحكوا غير على الاد، ما نشحكوا غير على الاشهارات، نحكوا على الاشهارات المخله بالحياه. نحكوا كذلك على المواقع ثاني المخله بالحياه، قادر انت تمد بي سي الطفل الصغير يلعب به بالك جو، يقول لك نلعب به انايا جو، قادر يلقى روحه باللي راهو داخل في جوجل كروم ولا داخل في اي متصفح، يلقى روحه باللي راهو بدون ما يفيق يروح يلقى روحه في مواقع محظوره. صح دونك صح. لازم نحمي ولادنا من هذا. واصلا الطفل كما يقول لك فضولي بطبعه، هو يحب يديكوفري، فاكيد لما يخرج له هذاك الموقع ولا هذاك الاشهار راح يشوف واش كاين فيه. جوستومون فوالا، دونك في هذه الحاله اذا درتوا هذه الطريقه راح تلقاو انه في اي موقع مهما كان ما متسي انت تدخل المواقع هذوك راح تلقى انه مغلوقين في وجهك ما يخرجولكش اصلا. تخي بيان. يلا وين نروحوا؟ الماسنجر. دوكا نروحوا الماسنجر. ماسنجر على بالنا بلي ماسنجر هو من التطبيقات المعرضه للاختراق، يعني معروف في العالم انه تطبيق ماسنجر معرض للاختراق بسهوله، يعني ماشي سهوله ديك الدرجه لانه كان بكري معرض بسهوله، بصح دوكا صح تطورت شويه هذيك الحمايه ولكن تبقى هذيك الطريقه تاع انه يقدر يدخل عندك، يقدر بالك يبعث لك ليان، يقدر يبعث لك اي حاجه يقدر يخترقك بها. شركة ميتا دارت لكم واحدة تحديث بزاف شباب في تطبيق ماسنجر اللي راح يسهل عليكم بزاف وينحي لكم تكسر الراس. وشنو هو هذا التحديث؟ بون على بالنا كامل الجزائريين خرج لهم هذه الصورة اللي حنشوفوها لهنايا في الشاشة، كامل خرجت لكم هذه الصورة. الصورة هذه خلعتكم كامل كيما راكم، خرج لكم كود ومنين جاب انا هذا الكود. في هذه الحالة مشاهدينا الناس اللي ما فهمتش، هذا الكود انتوما اللي ديروه ماشي رايحين تجيبوه ولا رايحين تخرجوه من كاش بلاصة. بزاف ناس تخلعت، بزاف ناس بعثوا لي في لاباج قالوا لي كيفاش وشنو هذا الكود منين نجيبوه حنايا، عطينا هذا الكود كيفاش ندخلوه. هذه الخانة اللي خرجت لكم هي خانة لحمايتكم، يعني هذه الخانة اندارت سبيسيالمون باش تحميكم من الاختراق. وشنو هي الفائدة تاعها؟ الفائدة تاعها انك دير هذا الكود بين ما تمدو لحتى واحد، يعني هذا الكود بين ما تمدو لحتى انسان. هذا الكود يعني حتى ولو كان عنده المود باس، هذه الحاجه الاولى هي الحمايه الاولى، الجدار الاول. الجدار الثاني اللي هو تو فاكتور اوثنتيكيشن كنا حكينا عليها ديجا، هو الجدار الثاني، يعني هذه راه خلاص رانا وصلنا لمرحله من الحمايه كبيره. اذا فات ديباسا هادو زوج راح يكون عنده عائق ثالث اللي هو هذا، يعني بكل اختصار يطير ويجنح كيما نقولوا حنايا، ما يقدرش يعرف شنو هو الكود. المود باس تاعك ما يدخلش كاريمون، يعني ميم لو كان تمد له المود باس تاعك ما يقدرش يفتح الرسائل. بهذا الكود لازم له هذا الكود، وهو فارغ شغل يقدر يدير كاع لي كود. انس يدير كاع لي كود، بصح انت اسكو راح تعطي له هذاك لو كود اللي مستحيل، لانه بعد خامس محاوله يبلوكيك. اكزاكتو. وي اكزاكتو. دونك ميم لو كان يدخل يقدر يدخل الفيسبوك تاعك يشوف منشوراتك ولا يشوف البروفيل تاعك، بصح لو فات كو يدخل لي ميساج يخرج له هذا الكود بين يقول له ديرو باش تقدر تشوف لي ميساج. واذا ما داروش مستحيل يشوف لي ميساج. دونك هذه الخانه اللي خرجت لكم هذا الشهر اللي فات هذا مشاهدينا هي خانه لحمايتكم، ما تخافوش ما تبانيكاوش، عاودوا ولوا كي تعاود تخرج لكم لا بروشان فوا ديروا الكود بين تاعكم باش تحموا نفسكم وتحموا لي كونت تاعكم من الاختراق.
يعطيك الصحة أنس. قالك زعداوي تجري تقول لهم يا ناس وشنو هذا الكود وشنو هذا الكود؟ أما سعداوي طلعت لا لا خرج لي هذا ودرت الكود ديالي. الطلبية أنا تعرف أنس هو ما عرفتش كيفاش راهو جايب له في مخه. جي 5 ديبلوم كمان اذا بعد ما نعرفش الماسنجر والكود والاخر وما نعرفش نتكلم الانجليزي تزاكات رياض اي انت تحوس على هذه لا ريبونس تحوس على هذه لا ريبونس نو انا ماذا بيا نحط روحي في بلاصه المشاهد والاسئله اللي تتبادر للذهن ديالو فواش يجينا كاسئله احنا ماذا بينا نطرحوها عليك انس وهكذا المشاهد يفهم اكثر يقدروا مشاهدينا اكيد يطرحوا علينا اسئله سواء في الصفحه تاعي ولا صفحه سميره تي في بلس يقدروا يطرحوا علينا اسئله ونجاوبوا عليهم في الحصه يعني كما اليوم ولا في هذا الاسبوع تقدروا تطرحوا اسئله في قناه سميره تي في راح يكون عندكم خانه التعليقات تقدروا تسالوا الاسئله تاعكم سواء عندي في الصفحه ولا صفحه سميره تي في ونجاوبوا عليهم في الحصه انا ماذا بيا قبل ما نختم ولا خلاص نستقبلوا هذه المكالمه بعد بالك يمكن لك الو الو يلا الو صباح الخير منال صباح الخير الو وي منال صباح الخير الو السلام عليكم وعليكم السلام منال لاباس منال نقصي التلفزيون وسمعينا من التليفون هكذا تسمعينا بيان منال راكي تسمعي من التلفزيون نقصي له بليز دقيقه يا منال انا خارجين على فاصل يلا بليز اجري شويه لا لا عجبها صوتها هكا كوبي او بيان دوماج معليش يا منال معليش دونك قبل ما نختموا انا حاب نديروا شويه مقترحات خصوصا في هذه الفقره ماذا بيا ان شاء الله في الحلقات المقبله جوز لنا توسكي ابليكاسيون تاع الجزائر كيفاش نخلصوا فاتوره الكهرباء كيفاش نخلصوا فاتوره الماء والغاز وهذا صوالح كامل توسكي ابليكاسيون اللي نستفادوا منهم احنا كجزائريين لانه شفت مؤخرا انه اللي خلص فاتوره الكهرباء مثلا عن طريق الابليكاسيون ينقصوا له واقل 10000 ولا 20000 كومون كاين تخفيضات راح يكون عنده تخفيض لانه هو يستفاد كيما ديبلاساج عند الوكاله التجاريه وما ديرونجاهمش ثاني كي راح ليهم ويدير لاشين ما يديرش لاشين حاجه مليحه وينقصوا لك 20000 واش تزيد خويا دونك حاجه ماخره في الحركه بركه مليح واحد يدي بلاصي ويخلص شوف لاشين يا امل ما شتيش شحال يستناو ديرين كاع ما يحبوش لاشين لا والله غير يحبوا انا نقول لكم يلا انس يعطيك الخير نلقاوك الاسبوع المقبل ان شاء الله بالتطبيقات كما قال لك رياض عباك عاش يحبوا تحلى لهم القصره وي القصره في لاشين وما تقدرش تعرف المكتوب يعطيك الخير انس في حسابات مشاهدينا الكرام نروحوا فاصل اشهاري شحال من الناس تزوجوا في لاشين فاصل وين وفاصل رجعنا بكم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكل واحد ووحدة التحقت بنا الساعة الساعة كما يقولوا راهي تشير إلى الساعة 9:02 دونك مادام شايفيني وحدي عرفوا باللي رياض راهو في الكوزينة مع شيف أيمن نشوفوا البرجر وين الحق ألو ألو عباك انا واش ام موندوني حسيت راني نسمع في الراديو كي قالت ساعه الان تشير الى سميره افام في هذا الصباح هذيك تاع الصباح تاع الصباح السبعه تاع الصباح اي مانيش داير روحك راك في راديو سميره افام ممشي شوفوا فيك تنطلق من الساعه السابعه صباحا مستمعينا ومشاهدينا الافاضل في راديو البهجه نقول لكم انا حاضر معكم اليوم مع الشيف ايمن ورياض بن عمر سميره افام سميرة اف ام دونك رانا حاضر مع سميرة اف ام وراك واصل الوغ وين راني واصل دونك خبز البرجر تاعي راهو ليك واجد شوف الله يبارك كيفاش يجيكم خفيف دونك ننصحكم تجربوا هذه الوصفه تاعنا في نفس الوقت قبل ما نروحوا لخبز البرجر نروحوا لمركز الفراوله اليوم حنجيب لكم تدبيره بزاف سهله مركز الفراوله يعني نستغلوا الموسم تاعنا دونك عندنا 200 غرام تاع الفراوله نضيفوا لها هنايا 50 غرام تاع السكر انا حندير كونتيتي صغيره عندي نص حبه قارص نعصروها ونرحيو كامل المكونات تاعنا كيما تقدروهم يباتوا ليله واحده كيف يبات باغ اكزومبل نديروا السكر تاعنا مع الفراوله والعصره تاع القارص نغطوهم بعد ما نغطوهم غدوه من داك بصح واش خاصك مركز زعما شو سي ان كونسونتري ما ديرو الماء ولي جو سي صا نو المركز نقدروا نديروا فيه التحليات نقدروا نديروا فيه لاكريم نقدروا نديروا فيه عده حاجات فوالا
اما الوصفه الثانيه تاعنا تاع نهار اليوم راهي لك واجده، يعني كما راكم تشوفون درت سلطه خفيفه وهذه هي. شكرا لك، يعطيك الصحه. يعطيك الصحه، نتلاقاو دوك ان شاء الله في طاوله التقديم. الشيف ايمن جاوك شابين بزاف في النوادر، كما يقول لك بينوا عندك واحد ما شاء الله. وبما انه راك مازالك في الكوزينه والناس اللي تحب تاكل والاخر، ويمكن انه كاين بعض الحالات اللي ما تقدرش تمارس الرياضه، مشاهدينا الكرام استثناءنا اليوم خرجنا رحنا في فقره بي بيوتي باش نجيبوا لكم احدث الطرق في التخسيس ونحت الجسم اللي راح تساعدكم باش ترجعوا الثقه في النفس، وهذا ما يمنعش انه في نفس الوقت تمارسوا الرياضه. يلا نشوفوا هذا لو فيتا. مرحبا بكم في مركز راشا بيوتي سنتر، معكم السيده روحي امال اخصائيه تجميل. اليوم راح نهضروا على الكافيتاسيون او تفتيت الدهون، تقنيه حديثه متوفره على مستوى المركز تاعنا، واضافه الى خدمات اخرى منها تنظيف العميق للبشره، منها دارمو بيغمونطاسيون لو ماكياج سيمي بيرمانون، وعده خدمات اخرى فيما يخص جمال المراه. اليوم راح نتعرفوا على هذه التقنيه وهي الكافيتاسيون التراسون، تعمل على تفتيت الدهون، تصدر ترددات صوتيه تصل الى 80 كيلو وات، تخترق الجلد وتصل الى طبقه الدهون وتفتتها، وبالتالي تروح الجهاز اللمفاوي وتحبط على شكل فضلات. هنا نقدروا نتحكموا في لو مود، في لو طون، وفي القوه. نزيدو نتعرفو على الالتراسون فاكوم، نفس الشيء نتحكمو في لو مود، في لو طون، وفي الانرجي. هذه تقوم بشفط الدهون وإذابتها ايضا كما تلاحظوا، تقوم بعملية الشفط تقريبا كل 5 ثواني، تساعد على تفتيت الدهون. ثالث شيء في هذه الآلة هو الاغاف والا الغادجو فريكونس، نتحكمو فيه المدة الزمنية في الانرجي. هذا يعمل على شد البشرة بعد عملية تفتيت الدهون. كيما هذا نخدمه به في المناطق الصغيرة، كيما لي بوبيير، كيما لي جو، هذا ثلاثي الأقطاب، كاين منه رباعي الأقطاب وكاين منه سداسي الأقطاب. نخدمه به على البطن، على لي بارتي اللي يكونوا كبار. لا ديرنيغ ايتاب هي ليبو لازر، شرائح اللازر، نفس الشيء نتحكموا في لو مود، في المده الزمنيه وفي القوه. هادو نحطوهم في المنطقه اللي خدمنا عليها اللي فتتنا الدهون، نثبتوها بشريط لاصق ونخليوها مده زمنيه معينه. كي نكملوا هاد لي زيتاب كامل، نديروا ان انفلوبمون باز دي زويل، طحالب بحريه، يعني وصفات خاصه. زيوت تخسيس معروفه يعني تساهم في عمليه حرق الدهون، منها زيت الليمون، ماسيراسيون دو كافي، هناك العديد. كاينين الناس اللي ما يقدروش يقوموا بهاد العمليه، نذكر على سبيل المثال المراه الحامل، لي جون هايبر توندو، لي جون لي عندهم صمامات قلب، لي جون لي زون سوبي دي انترفونسيون يكون عندهم دي بروش ولا هذا ما كان، يعني فئه قليله اللي عندهم الامراض المزمنه مثل الفشل الكلوي. مي ابار سا يعني هاد التقنيه حديثه وامنه 100% وغير مكلفه مقارنه بعمليات الجراحيه لشفط الدهون. طلعت لك
المغال. وي لا انا ما شاء الله لا تكنيك هذه. وقال لك ما عندهاش كثير من التاثيرات التاثيرات الجانبيه. دونك مشاهدينا وصلنا للفقره اللي ما فيهاش كاع تاثيرات جانبيه، او كونترير هي الفقره كلها طاقه ايجابيه وراحه نفسيه مع امل اي تعيسة بعد الفاصل. صباح الخير. صباح الطاقه الايجابيه. شكرا. نبدل لك اسمك امال خلاص. داكور. بوزيتيف فايبس. ميرسي امال. شحال عندي ما هبلتكش؟ نعم شحال عندي ما هبلتكش. انت ماما راه مهبلني انا ملي دخلنا رجعنا للمورنينغ دابو من دابا. دارت امال سعد دار عليك دوكا. خلاص انا خلاص سي بون انا في لابي سي بون. اي وبالمناسبه كي قال لك حسيتها كي قالت ساعه تشير الى التاسع. لا صافي بليز واحد يخدم في الاذاعه من اهم الاماكن بالنسبه لينا احنا كصحفيين اللي يحب انه يسقل الموهبه ديالو في مجال الاعلام انه يشتغل. انا معك انا معك بصح انا ضد فكره انه لا لا غير هي مدرسه. مع كل احتراماتي ولكن كيما هي مدرسه كيما الجريده مدرسه وكيما التلفزيون مدرسه ماشي زعما هي ولا باسكو كاين واحد الناس لي دائما راني نعاود نقول مع كل احتراماتي باسكو دوك نلقى روحي ندور في لي ريزو سوسيو لي يقول لك لا لا لازم تخدم في لا راديو ولا انت ماشي اعلامي. لا 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 كاين كاين والله صارت لي مع بزاف ناس. يا سيدي حباك حناكلوا بزاف من الوقت تاع امل 5 سكوند هاني. بالنسبه اللي عنده طموح بالنسبه للاعلام والتلفزيون وغيره انا نقول لكم باللي الاذاعه مدرسه. اذا كانت تستهويه المواقع نقولوا المواقع الالكترونيه والكتاب والاخر فاكيد الصحافه المكتوبه ما كاش كل حاجه على حساب كل حاجه في مكانها تخصصها كما امل في مجال تخصصها. قعدت في بلاستي شي تري بيان سي مون دومين الحمد لله. الحمد لله. دونك اليوم حندير معكم ان توت باك مي باغ كونتخ هذه المره حنخدم ديريكتومون بالالوان سبيسيالمون بور لو تكستيل. دونك بلا سيتا كولور بي بي او. دونك بزاف راهم يعاودوا يولوا ليها هذه لا سيتا كولور الالوان للقماش على القماش. دونك فوالا حنخدم بلا غام هذه بلا سيتا كولور. دونك هاد لا غام هذه تروح سور تو تيب دو تكستيل. دونك تروح على كاع الانواع تاع القماش حتى لو كوير ان شاء الله حنشوفوا مع بعض ميم لا نوفوتي تاع لا سيتا كوير بوركوا با دون ا لافونير. دونك فوالا هذه تروح على كاع القماشات تاعكم لو بلو فان لو بلو ايبي الخفيف اكسيتيرا. دونك انا ديريكتومون كي يكون عندكم قماش لازم ديجا تغسلوه ومن بعد تنشفوه باش نحو كاع لي زابخي باش نحيو باش المسامات تاعنا باش الالوان تقدر تدخل في المسامات تاع القماش. دونك هنا كاين دي توت باك اللي تباعوا ديجا هكذا واجدين سي سكي بيان سي سامبا سي بوم هكا في المحل التكنو. انا خيرت هاد اليوم اون كولور شابه بزاف سي ان بو فير ان بو فير سابان جو في دير سابان هاوليك لا كولور فير سابان عجبتني. دونك راح ندير فوقهم دي تري جولي بوتيت مارغريت حاجه سامبل تري تري سامبل تقدروا ديروهم وحدكم في الدار. Avant toute chose, on va toujours نحكم le dessin ديالي. انا رسمت هكذا دائرات باسكو هذا هو شغل غاباري ديالي. نحكم ا بارتير دو هاد لي بيتي رون هنايا اللي راح نخدمهم ديريكتومون فوق القماش. دونك نتوما ولا عندكم ان كريون بلون كيما هذا كريون بلون نرسم ديريكتومون. شوفوا كيفاش يخرج لنا بالكريون بلون. دونك انا ما نعبرش عليه بزاف. دونك ندير ان بيتي رون وداخل لو غران رون هذا دائره كبيره نديرها دائره صغيره الداخل. هذه اللي حنديرها القلب ديالها باش ما تتلفليش. توجور نعاود نولي للقلب ديالي. هنا ناخذ الالوان ديريكتومون بالبانسو. دونك نحكم لي بانسو اللي عندي هكذايا بي بي او. ناخذ لي بانسو كيما حبيتو لي بانسو رون. كي نقول بانسو رون سافي دير اللي يجي عندهم اون بوينت. هذه اللي عندهم اون بوينت هكذايا سي تي باسو غون. دونك انا ناخذ لو باسو غون. كي يكون عندي ورده كبيره ناخذ الكبير. كي يكون عندي ورده صغيره نقص في البانسو باش نقص في لي بيسور ولا الكبر تاع لابيتال. دونك ناخذ هادي هذا المايا ونخدم به. دونك جو بلونج لو بانسو تاعي في الماء نقي باش هكا كي تنحل فوالا. من بعد ناخذ اللون تاعي. انا كنت نحيت شويه اللون هنايا الابيض. دونك لا سيتا كولور بلونش رقم نقدر نعطيكم من الرقم تاعو 10. ونبدا ناخذ في لو بو تاع لو بانسو برك هكذايا في لا بوينت نحكم ونحط منا هكا ونهبط. دونك هاي ليك شو جد بوز سامبلومون لو بانسو تاعي هنا نعبز عليه ومن بعد هذيك نرفد البانسو باش ندير لا بوينت اكسيتيرا. دونك شوفوا شحال ساهله لا تكنيك اللي راح نخدمها مع بعض
وانتم تقدروا ديروا دي تري جولي بيتيت فلور هكا ماشي غير على لي توت باك، تقدروا تروحوا ميم فوق دي كوسان دوك مخايد في الدار اللي حبيتوا تخدموهم هكا، تقدروا ديروا دي تي شيرت بوركوا با اكسيتيرا، يعني دي بيجاما اكتو، يعني تو سكي تكستيل. دونك هكذا على هذه الطريقه سكي بيان في هاد لا في هاد لا غام، راح تنشف وحده وندير لها لا فيكساسيون toujours je la fixe le fer à repasser donc بالحديد نجي نحددها bien sûr position coton ومن بعد كي نحددها خلاص هي راح تتفيكسا اوتوماتيكمون دونك ميم ولا ما درت لهاش لا فيكساسيون بالحديد هي الي اوتو فيكسابل دونك ال va se fixer وحدها ما لازمش تغسلوها تمتم عطولها بلوس دو 24 heures de séchage من بعد va se fixer حيتنحى لو بلوس ويقعد غير لا بينتور لي دخلت في الماء سامت دونك هذه هي هكذا يا راني نخدم معكم نحي برك هلا هنايا نعاود نحط راكو تلاحظوا دونك انا درت غير بالابيض نقدر ندير اونتر لو بلون و لو جون ثاني الاصفر نقدر نخلط اونتر دو كولور هكذايا حبيت تدخل شويه اصفر مع لابيتال سي دو فوزاب نحط شويه برك في لا بوينت الصفر تاعي نعبز على البانسو نعاود نرفد راكو تلاحظوا بلي علاش درت هذيك الدائره في الوسط باش القلب ديالي ما يتبحرليش دونك يقعد هنا ونروح توجور لو سونتر ديالنا هنايا ندخل ديريكتومون ندير القلب القلب ديالي دونك القلب راح نديرو بالاصفر والكولور مارون دونك البني ناخذ لو بانسو هذايا باركونت نبدل بانسو بوشوار ولا بانسو تاع لي ايبونج شوفوا عندكم لي بانسو هادوما شابين بزاف اللي نقدر نستعملهم باش ندير تابوتاج دونك ندير بالاصفر نحي فوالا جوي تابوتي وندخل ديريكتومون للقلب تاع تاع الورد لا فلوغ تاعي هكذايا نتابوتي على هاد الطريقه ونزيد نتابوتي بشويه تاع البني دونك لو مارون لتحتها باش ندير لو فونسي دونك توجور عندنا لو كلير وندير لو فونسي دونك الضو والظل فوالا على هاد الطريقه ندير لو كور ديالي دونك من بعد جوست ابري ندير بالبانسو تاعي ناخذ اللون الاخضر باردون لو فير دونك جو ميلونج ولا ندير لو فير ديريكتومون وندير بيتي تراساج دونك غير بلا بوينت باش ندير لي فياج دونك هنا راح نتراس جو تراسي ديريكتومون دونك نتوما تحبوا ديروا بالاخضر تحبوا ديروا بالابيض انا جو غاردي طون سور طون باك ندير الاخضر هنا ندير برك هادوما هكا لهاد الطريقه ونكملها دونك بالعقل بالعقل جو في لا فيني دونك شوفوا لاحظوا بلي نقدر ندير دو تري تري جولي شوز غير بان بوتي موديل كيما هذا دونك شوفوا كيفاش يخرج يخرج بزاف شباب هنايا نخليه ينشف لمده 24 ساعه قلت لكم من بعد نقدر نجي ونحددو لا حبيت نحطو جو من فوقها قماش نحددها ديريكتومون بوزيسيون كوتون من بعد لو سيشاج و لا فيكساسيون نقدر نستعملها نغسلها ميم في لا ماشين ا لافي بيان سور لافاج لافاج ليجي دونك فوالا هذه هي التقنيه تاع اليوم رانا شفنا مع بعض لا غام هذه سيتا كولور بي بي او اللي هي تاع القماش دونك بزاف لي سقسوني واش من لا غام اللي نقدر نستعملها فوق القماش هي لا سيتا كولور بي بي او فوالا دونك مرحبا بكم على شاك فوا نقول لكم ارواحوا تتعلموا معنا كيما دوكا رانا حنخرج منا ونروح نجري باش ندير لاتولي تاعي او نيفو دو تكنو ديال ابراهيم وعلى بالكم لي كاع لي بوين دو فونت فيهم دي زاتولي فيفون دونك فوالا هذه هي تاع اليوم التقنيه ان شاء الله تكون خفيفه وشابه هايله رائعه اهدر باش ما تخرجش فيا شفت كيفاش صديتها كلميتو بالصحه كلميتو والله كلمتنا درتها رومركي بلي غسنا وانت كي تستهضري احنا رانا نتخايلوا سيتي ثيرابي والله سيتي ثيرابي فوالا يعطيك الخير امل اكيد حنعاودوا نرجعوا لك في قبل ما نختموا ان شاء الله يعطيك الخير امل مشاهدينا الكرام انتم مازالكم باقيين معنا انا يمكن انه الحاجه اللي راهي مخليتني شويه ساكته على رياض ما كانش لي زابيل وين هو عماد عماد وشنو نحوس على لي زابيل ما كاش لي زابيل معليش ما كاش لي زابيل بس انا هدب لكم هاد النغمه الموسيقيه وبعدها فاصل اشهاري ونتلاقاو في الجزء الثالث ابقوا معنا
يا سيدي وشنو هذا الاحساس وشنو هذا كما يقول لك الهارموني مع هذا الصبيحة. برافو عليكم سيداتي سادتي، اسعد واتشرف اليوم باستضافه لو جروب دي ار بي اغ. صباح الخير عليكم، مرحبا بكم. وعندنا نسيم، ايه وبسمة. وعلاش بديت بنسيم؟ انا نبدا بايه بنسيم ونروح باسكو هو اللي راه وحده مسكين في وسط ورقه اللي ضم دابا وحده. نقول لكم مرحبا بكم معنا، يعطيكم الصحه. كنت تغني بالترقيه وي تري بيان، اغنيه معروفه هذه مول في الناس سمعوها تري بيان. ماذا بينا نعرفوا كيفاش تكري الجروب ديالكم؟ بون دي ار بي كواير كواير اون انجلي اون فرونسي كورال كي في بارتي دو ليكول دار مدرسه تعليم الفنون في برج بوعراريج. لي كور تاع البيانو الفيولون الجيتار وكاين لي كور تاع الكورال. اي با ليدي جات شفنا دي بون زيليمون عندهم دي بيل فوا من البرج. وي من البرج. اي با درنا ان جروب بروفيسيونيل C'était en 2007, c'est ça? Non, le studio DRP, il existe depuis 2007. Le studio, tellement les artistes ils disent bzef, je fais qu'il y a besoin où dans le bord, il faut dire une école. باش الاولاد يجيو دي بارون يجيبوا ولادهم يقراوا كلش ميم لي جون كبار وكلش. ومن بعد جبنا حتى الناس ديجا عندهم كارير في الشون كيما باغ اكزومبل ايه كيما بسمه كيما بون لي مونبر رانا الله يبارك في 12 الله يبارك. دونك هنا رانا في ثلاثه برك مي الجروب كامل. دونك جوستومون دي ار بي سي ديفيرسيتي ريتم اي بوليفوني، لا ديفيرسيتي في لي فوا في لي انسترومون في ستيل في لي ستيل. جوستومون لو كونسيبت تاعنا حنا اون توش ا تو كيما لا شونسون هذه قناوي نايلي شفناكم في النايلي نايلي الشاوي الصيفي المالوف الشعبي الراي. دونك لا ديفيرسيتي في مان في لي ستيل. جوستومون صح كي نشوفوا احنا البصمه تاعكم تاع لو جروب هذا نشوفوا انه اغاني نعرفوها ديجا بتوزيع يعني افيك دي زارونجمون جدد فيهم جرأة فيهم ما كاش ناس خدمت بهذا لو ستيل من قبل. ما خفتوش شويه كي دنيتو سيغتو للتراث ومودرنيزيتوه عطيتو له لمسه عصريه؟ لي كومونتير واش نقول لك، حنا في تيك توك بوكو بلوس لي زابوني بريسك 100,000 ابوني. لي كومونتير كاينين يعني الحمد لله 99% شجعونا وعجبتهم المبادره تاع نعاودوا نحيوا التراث الجزائري بويسك سي تري فاست. عندنا اون كولتور تري ريش وكاين بيان سور لي كومونتير تاع كيفاش تقيس هذا التراث كيف لا شونسون هذه حاجه مقدسه. مي احنا الفن ما عندوش حدود، الفن حاجه يونيفرسال. نسيم انا اكيد انتوما وكل مشاهدينا راح يأيدوا لوكا ما يكونش يعني ما نقولوش باللي اللمس فوالا تجديد تجديد مطلوب سورتو في وقتنا هذوك. يعني احنا نخلوا الاصاله باينه باللي هذه لا شونسون هذا والاصل نوفيل جينيراسيون. جوستومون لو كان كاين تسجيلات نداروا في لي زاني 60 70 ميم لا كاليتي دو سون لا نوفيل جينيراسيون كي يكون ان جروب جديد عاود حيا هذيك لا شونسون c'est une occasion باش يديكوفري باللي هذه لا شونسون كانت زمان لي زونسيان تاعنا و لي بيلي تاع لا كولتور. بزاف على المشاهدين بالك كاين ناس اللي ما يعرفوكمش في لي ريزو سوسيو. انا ما نكذبش انا وحده يا ريت انا ما عنديش في لي ريزو سوسيو. يلا احنا ماذا بينا نعرفو برك اذا راهي عنده لا فيديو تاع يا بيض ضرب البندير تاع النايل اللي راني نحكي عليها بليز اذا عندكم ابعثوها لنا باش كاينه اسمه قولوا لنا كونترول. يلا عطوها لنا بليز اون اتوندون يحوسوا عليها. فقط انا حابه نعرف ايه قبل ما نروحوا. يلا نشوفوا. يلا يا مرحبا مولات سيدي داروا جماع I'm
كيما شفنا مشاهدينا هذو مقتطفات صغيره من اعلى الاعمال تاع دي ار بي ار. طاولنا مالوف، طاولنا شويه شاوي، طاولنا شويه قناوي، وما طاوليش انا بصح. يعطيك الخير واحد، حبيت نسمعوا. وقف معايا واحد معليش، ما دارلكش على تيك توك دي ار بي ارت تلقى تيك توك انا اللي شايفهم كامل، بصح انا اللي حبيت هذيك سورتو هذيك الغنيه، بصح معليش حضرها لي تاع النايلي بليز مخرج ومن بعد نختموا بها. دونك انا حاب نحكي على لا فيوزيون ولا الاختيار اللي درتوه والجمع ما بين لي دو ستيل كيما شفنا اوكسيدونتال مع شويه شاوي. احكوا لي فكره شكون ملخ صعب باسكو الانسبيراسيون تجي على ضربه. هكا تكونوا قاعدين. هي بار اكزومبل ليدي تاع مثلا بشطوله تاع جمال صبرين، حيوه ارتيست كبير اون الجيري، الجروب تاع لي بربر في لي زاني 80 90. درنا لا فيزيون مع لو جروب لي رولينغ ستونز تاع لونجلتير. تما لقينا كاين تشابه بين لو بيرسوناج تاع جمال صبري مع ماك جاكر تاع لي رولينغ ستونز. دونك حنا كي نديرو اون فيزيون نلقاو كاين ريلاسيون كو سوا في لو تيم تاع لا شونسون ولا في لي جروب ولا بار اكزومبل درنا اوماج لايذير خيرنا لي بيتلز. لقينا كاين تشابه بين جون لينون وايذير. دونك اشاك فوا لا فيزيون نديروها نلقاو اون ريلاسيون بين لي شونسون و توجور سي دي كلاسيك. تما لا نوستالجي تاع لي زاني 80 90 حتى لي زاني 70 باش نعاودو جوستومون نحيو الناسين. اي سي با فاسيل باش تخدم فيديو كامل لابسين هذوك لي تونو، نعرفوا باللي ناقصين باش تلبس تلقى هذاك لو شابو، تلقى هذوك لي فولار امريكان، كاين بزاف هذو لي زاكسيسوار. صافي بليزير على بالك باش تخطوا الكلش، يعني ولا خطا تلقاه في ال حنا لو كونسيبت هذا. حنا نبداو بلو شوا تاع لا شونسون ومن بعد في لو ستوديو نديرو لي زارونجمون لا ستركتور، بويسك لو كونسيبت تاعنا في سير انترنت درنا ماكسيموم اون مينيت ادمي. وهذا راح يكون اصعب من انك تخدم اكثر لي شورت فيديو. حنا تتقيدنا بلي ريلز تاع انستغرام ومن بعد كاين لا فيرسيون لونغ سور سان. حنا نذوقوهم يشوفوا اون مينيت، واللي يحب يشوف لا فيرسيون لونغ يجي يحضرنا سور سان. دونك نكومبوزي ونديرو لي زارونجمون، نخدموا لا ستركتور ومن بعد نورونجستري، ومن بعد نخيروا اون توني كي كول بيان سور مع لا شونسون، نديروا التورناج. من بعد يصرى لو تورناج. بس معليش تحكي معنا شويه. اي بونسوار. راكي هنا ياك جيتي. بونجور. بونجور. بونسوار يا ماي شباب. ليزارتيست عايشين في لوسوار. باهي. واش رايك؟ بون سافا الحمد لله. الحمد لله. انا حاب نحكي معك على اول وقوف لكم للمسرح، وقتاش كان وكيفاش كان سور سان؟ بون اول وقوف لينا ديجا ما كانش، ما عندوش بزاف عندنا واحد ال سي موا هكذاك ميم با اول. وي اول وقوف داكور. وقدرت هي كلتا مومبر كانوا كاينين دي مومبر وين داروا دي سان. دوكا لو جروب اي تهضر لو جروب اول كونسير صافي 4 موا جوبونس مع المينيستير دي ستارت اب. وي في سي سي كنا ثما، كانت هذيك اول مره ثما درنا سان فيها، وكان الببليك ساتيسفي بزاف. سيتي با افيك لو غران ببليك، سيتي افيك الناس اللي كانوا معروضين. مي جو كوا في ابن خلدون وين كانت مع الجمهور. ابن خلدون اللي كانت اول مره. كيفاش كانت تحكوا لي لا رياكسيون تاع الناس؟ بون كيما اول مره هذاك هو ليسونسيال. درنا لومبيونس، كانوا الناس بزاف ساتيسفي، درنا لهم واحد لومبيونس تخي بيان، ما فاتت بيان والله. الريبرتوار تاعنا فاري، تما كل اللي يحب الراي يلقى غوستو، اللي يحب الشاوي كيف كيف، اللي يحب كل الطموح تاع السبيسيال لوكسيدونتال ثاني. لو سبيسيال كل مومبغ عنده باغ اكزومبل عنده ستيل اللي يمليه اكثر. سما حنا درنا على حسب كل مومبغ عنده باغ اكزومبل سولو يغنيه، كيما انا نميل بزاف الشعبي درنا هكذا ميلون شعبي، درنا كيما محمد ثاني يغني عنده ثاني ستيل تاعو. هذا هو المميز في الجروب تاعنا، انه كل مومبغ
عنده اه. فشي المميز اللي فيكم انتم التناسق ما بين الجروب، يعني ربي يحفظكم فوالا، يعني يعني باش تخير انت ايه يغني موراها نسيم ولا نسيم لازم يغني قبل ايه يعطيك الكورال هي جوستومون لوريجيناليتي جو بونس سي كو كورال او ميم طون جروب ميوزيكال فيه لي انسترومون تما كورال. الحاجه اللي خلات هذه الحاجه تكون انه كاين ليسبري تاع الجروب بيناتنا تما كوم اون فامي حنا الجروب تاعنا، هذه الحاجه سهلت بزاف تكون كاين هذاك التناسق بيناتنا. سي ان ديتاي تريز امبورتون باسكو علاه شفنا ميم يعني كي كانوا ناس يغنوا اون ديو بداو مليح وكذا ولكن شفنا باللي يتفارقوا. انا توجور بيان انا عالي عند كل واحد فيهم. لا لا استمراريه. هذه هي الحاجه اللي خلاتنا توجور نكونوا مع بعض يسمى كاين ان شاء الله نكملوا. اوبجيكتيف واحد نخدموا عليه برسك شاك جور نتلاقاو ونخدموا بور بيرفيكسيوني لو ترافاي لو سبيكتاكل. عندنا سبيكتاكل برسك تاع 3 زور. جوستومون شاك فوا نحسنوا فيه وبدينا في لا كرياسيون. كتبنا لو تيكست تاعنا فوالا انا على بالك ماشي غير التيكست لانه على بالك كل حاجه تكمل حاجه. انتوما لي ريلز اللي تكلمنا عليهم هادوما لي تونو لا ليماج لا كاليتي ديماج جوستومون يعني عندكم ماشي غير فقط موسيقيين اللي هم حاضرين معاكم راكم تخدموا ثاني مع لي ديزاينر ولا جو سي با انا كيفاش راكم تخدموا الاخر اوتو ديزاين واحد نديرو كل واحد يدير لافونتاج سي كو لو جروب يدير لا ريبيتيسيون في ان ستوديو فيه الماتوس الماتيريال تاع لا ريبيتيسيون فيه تاع لو ستوديو دونجستريمون وفيه لو ستوديو تاع لو تورناج اوبن سبيس نتلاقاو دونك كاين لي مويان وين نقدروا نخدموا لو بروجي دو ا زد. جوستومون حنا دوكا لا كونتينيتي كيما قلت دوك لا كونتينيتي هي اصعب حاجه. يقدر انسان يدير كونسيبت ينجح، اصعب حاجه هي الاستمراريه. الاستمراريه في تناسق بين الجروب ومن بعد الانسان لازم يديفلوبي ما يبقاش في بوان واحد يسي انسان يطور. سي بور صح حنا حبينا نروحوا لا كرياسيون خاطر كاين اللي يقول لك راكم تعاودوا في لي شونسون. هي نو نعاودوا في لي شونسون رانا نديروا في لا ريشيرش ميوزيكال باش من بعد ابري نلقاو ليدونتيتي تاعنا لو ستيل تاعنا اللي والمنا اكثر. راكم تبحتوا على روحكم حتى هي تعتبر ترويج لتراثنا الغنائي. امل سعداوي تكلمت على الشكل والهندام واللبسان، نعاود نمشي معكم شويه للتفاصيل على التكنيك تاع الغناء لانه شفنا انه تكنيك عالي. يعني كلكم دارسين الموسيقى، كلكم خريجي معاهد موسيقيه ولا مواهب ولا كيفاش؟ لانه التكنيك سورتو كي نشوفوا الناس اللي راهي تيارسي ولا ما باش واش يدير كذا تكنيك واعر. سي با لي زيتود في الموسيقى ماشي غير لي زيتود يعاونوا. بغينا نعرفوا اي واش قرات. انا قريت موسيقى. موسيقى تقول لك سي با كو لي زيتود. وبسمه قريت. نو انا ما قريتش موسيقى بصح كنت حابه فريمون نقراها. بسمة عندي موهبه هكذا غناء برك ولا نغني اونم طون نتعلم يعني في البيانو مانيش قاعده. يلا انا سي با تتعلم بيانو هذه. لا لا انا بوليفالون. انا الانسترومون بريفيري تاعي ندير لا بيركيسيون باتري كاخون مي بوكو بلوس تكنيك لي زارونجمون لو ميكساج لو مونتاج تاع لا رياليزاسيون تاع لي فيديو. تما جوستومون النجاح تاع ان جروب لازم ترافاي ديكيب ماشي غير لا فوا ماشي غير لي انسترومون كاين ثاني دي فلي كوليس كاين دونك سنتو قليل ما تلقاها كيما نقولوا حنا روح العمل ما تلقاهاش عن طول الموند. يعني باش تلقى جروب كامل عنده هذه روح العمل عرف باللي عنده هذاك حب الانتماء لهذاك الجروب. انا حابه نعرف اذا في بما انه المشاهدين الكرام هم يتفرجوا فينا وانتم راكم في ولايه البرج ما شاء الله انكم قدرتوا تكريوا هذا الجروب ويلحق يعني عرفتوا وانا متوقعه انه تلحقوا للعالميه لانه كاين هذوك لو ميكساج ما بين الاغاني الجزائريه وحتى الاخرى. لا يعني ما شاء الله انا ما نجاملش في هذو الامور. بالنسبه للمشاهدين اللي هم يتفرجوا فينا يمكن ولادهم اللي يحبوا الموسيقى فيكم انكم من خلال الجروب ديالكم انكم تعلموهم الموسيقى يجوا تما. احنا ديجا الديبي تاع الجروب هذا كان تابع لمدرسه تعليم فنون. تما دوكا رانا عندنا ان كونتاكت ديريكتومون مع لي بارون يجيبوا ولادهم يتعلموا الفيولون البيانو لا جيتار. تما كاين دي بارون وين يامنوا بالفن باللي وسيله باش ولادهم يوجهوهم لحاجه بوزيتيف. هي تربيه فنيه. اكزاكتومون. كاين ميم اون ميني
كورال تاع لي بيتي زونفا عندنا دي ار بي كيت جوستومون اوكي كاينين في تيك توك جروب كيما حنا هما بالحجم الصغير جونيور جايين لا رولاب حابه نعرف بما انكم ما شاء الله راكم الان في الصعود ودارك قلت للاستمراريه ان شاء الله تواصلتوا مع وزارة الثقافة خدمت لكم بطاقات فنان وغيرها الحمد لله هما اللي تواصلوا معنا وهذه حاجة تشرفنا بون كيما مؤسسة الثقافة وفنو تاع العاصمة كيما ريسامون لونسي ديوان الوطني الثقافة حبوا جوستومون دومونداو الكونتاكت تاعنا كاين حتى السونتر كولتوريل الجيريان في باريس ثاني حاب يتواصل معنا دونك سا افونس الحمد لله دونك حنا ماذا بينا اول شيء خلينا قبل ما نخرجوا للخارج ماذا بينا هنا تزيرين يقولوا يعرفوكم اكثر بوكو با دي تورني انا ما نخاطري تورني في او نيفو ناسيونال علاش لا لا جولات ما شاء الله انا في الطريق حنا رانا شاك جور بريباري دونك جوستومون الحاجه اللي تجمع الفرقه هي حب الموسيقى وحب الفن انسان كيكون عنده شغف في حاجه تما يبدلها يمدلها وقته ما تعتبرش خدمه تولي بليزير راه فوالا هذه هي وبما انه قال لكم رياض بالنسبه للجولات داخل الجزائر كاين جولات احنا مقبلين على الصيف كما يقولوا كاينين نسيم والله ما تقول هضرتي يا ايه ملي دخلت غير تاني المونوبول تاع طفيو لي المايك الباتور خاوتي ماذا بينا هنايا يكونوا جيسبيغ يعيطوا لنا نديروا تورني نديروا حاجه جيسبيغ بيان دو توت فاسون حنا اون بريبار تخي بيان ماذا بينا تكون كاينه اون تورني ما كانش ان شاء الله ان شاء الله تورني سي دي كونسير بريفي عيطونا لا لا ان شاء الله ان شاء الله في الاوبرا في اوبرا الجزائر وانا بصح احنا راح نكونوا في الصف الاول انا ومساداوي وربما اكثر ان شاء الله لا لا احنا قريبه لينا تما باش نجو واكثر بوخوا بصح احنا مو باش نجو الاوبرا قريبه لينا انا انت وين تسكن اخويا انا القبه تفهم القبه ولا تفهم معليش هذاك كيما يقولوا مع العشيه تكون خلاص السيركيل وما حزا حيغنوا على 10 تاع الصباح ديجا هما جاو من البرج مساك انا خمن عليهم انا فرحان امل باسكو المخرج جاب لي الاغنيه تاعي يلا نسمعوها مع بعض مشاهدينا ونعاودوا ندار يا بوي دار بالبندير يا بوي ذاقت ليا زيدوا لي كامل التزيين زيدوا لي البوس عاديه يا بوي دار بالبندير يا بوي ذاقت ليا جيبوا لي كامل التزيين جيبوا لي البوس عاديه الله الله برافو عباك جاب لي ربي مازالت لهم غير حاجه اوبيراليه يديروها مع مداحات شوفوا المداحات ديروها درتوا مداحات تاع مولد النبوي صلوا على النبي على امبروفيست برك هكذا المداحات هذيك الكليب سميوها مع الاخر جامايكا جامايكا نايلي ولا نايلي جامايكي والله غير يعطيكم الصحه الوقت جاز تمتم معاكم صافي بليزير حنا نتمنوا لكم ان شاء الله يا ربي كيما قلت نسيم ايا وبسمه وكل الفريق ديالكم ان شاء الله الاستمراريه وعلاش لا توصلوا حتى العالميه يعني هذا لو ميلونج اللي راكم دايرينه تبارك الله عليكم ميرسي بوكو يعطيك الصحه بليزير بارطاجي يعطيكم الخير وانا قلنا لكم الا كان في الاوبرا انا اشكركم انا من البرج نجي لكم انا نبعث لكم ليزانفيتاسيون نشجعوا الفن شكرا لكم نورتونا نشوفكم ان شاء الله في مواعيد اخرى روح نشوفوا الفنانه تاعنا امل وراي واصله سي فيني امل على فيني سون توت باك دونك هاوليك لو توت باك ديالي راني كملته
دونك درت لي فياج بال بلا توجو بلا سيتا كولور بي بي او اي بيان سور هنا حبيت نزيد ندير ان تي بو شوا بلا دورور تاع بي بي او دونك فوالا هذه هي التقنيه تاع اليوم وحكمنا وخدمنا بلا سيتا كولور تاع القماش في الختام واش حتغني لنا امل انا ما نغنيش بصح جيم بيان ايكوتي سي تري تري بو سكي فون لا صوت هذا ديجا جو سوي ديجا انا جو سوي سو لي ريزو سوسيو اي جيم بوكو سكو سكي فون اه امل تعرفيهم اه وي وي بيان سور انا ما غير انا اللي كاش اللي ما يعرفهمش من الاخر انا ما نتبعش لي ريزو سوسيو ما تزعفوش مني يعني ما عنديش الوقت الوقت انا شوفي عندي كيما يقول لك محسوب دونك ما عنديش في لي ريزو سوسيو مي بارك الله فيكم انكم حضرتوا هنايا وحتى المشاهدين هذيك كيما حالت لي ما يعرفوكمش تعرفوا بكم يعطيكم الخير انتم يعطيكم الصحه يسلمك تعيشوا مشاهدينا الكرام اكيد مادام ختمنا في تخوازيام بلاتو وصلنا لطاوله التقديم بعد هذا الفاصل الموسيقى مشاهدينا الكرام على هذا الانغام اللي قال لك سمح ما سمح ما تسمحوش فينا وحنا ما نسمحوش فيكم مشاهدينا الكرام كمية السماح لك حطتها في الطابلة وش بيك قاعد يقول ما نسامحش ما نسامحش سعداوي في الفاصل قالت لي صورني مع الفراولة ونشوف كيفاش تخرج ها. مشاهدينا شوفوا قبل ما نختموا باش تكونوا على بالكم من دوك باسكو رانا فاميليا وحده باش تعرفوا رياض كي يقول لكم ما نخبوش عليك كي يقول لكم رياض قالت امل عرفوا بلي هو يعطيك الخير شاف ايمن الله يسلمك يعطيكم الصحه انتم اللي كنا حاضرين معكم في هذه التصبيحه دونك اطبقنا لنهار اليوم كنت حضرت معكم خبز البرجر حاجه خفيفه درت لكم كيف سلطه البرغل وايضا كختام كما يقول لك حضرت لكم عصير الفراوله يعطيك الخير الله يسلمك وشنو؟ نكملوا علاش سكتوا؟ انا اللي مخزن راني حاب ندوق ما شاء الله علاش سكتوا؟ ما شاء الله يعطيك الصحة رأيك انا من بعد نديك ندوق نعطيك الصحة امل شكرا لك يعطيك الخير رياض يعطيك الخير شاف ايمن مشاهدينا الكرام كما موعرف نقول لكم يعطيكم الصحة والراحة انكم تابعتونا نموتوا عليكم تهلاونا بزاف في روحكم نتلاقاو غدا بحول الله سلام يخالف